هذا جانب من أرض المعركة المفتوحة في القلمون بعدسة جبهة النصرة، أبرز الفصائل المقاتلة في هذه المنطقة. حتى الساعة يبقى من المبكر الحديث عن حسم هنا، ورغم أن مصادر حزب الله تؤكد تحقيق تقدم بحيث أمنت الحدود وباتت تسيطر على المعابر غير الشرعية مع عرسال، تعتبر المعارضة أن أسلوب حربها في القلمون غير تقليدي ولا تعلق أهمية على خسارة بعض النقاط. إذن الحرب في القلمون لم تضع أوزارها بعد، والخسائر ثقيلة عند حزب الله والنظام السوري كما عند مقاتلي المعارضة. وآخر الضربات التي تلقتها جبهة النصرة كانت بمقتل المتحدث باسمها أبو عزام الشامي، وقد نشرت صور جثته على مواقعها. كذلك تحدثت مصادر قريبة من حزب الله عن إلقاء القبض على القائد الميداني لجبهة النصرة في القلمون. في المقابل بثت جبهة النصرة شريطا قالت إنه يظهر سيطرة عناصرها على مستودعات الذخيرة للفوش 559 في القلمون. هذه قطع تبديل الدبابات جانب من الغنائم بكتيبة 529. ولأنها تعلق أهمية استراتيجية ومعنوية على جبهة القلمون، تحدثت مواقع المعارضة السورية عن غرفة عمليات مشتركة تم إنشاؤها وتضم جبهة النصرة، الجبهة الإسلامية، جبهة ثوار سوريا وجبهة حزم، وقالت إنها باشرت عملياتها في القلمون.